حكم المرأة في البيع والشراء لابد أن تكشف وجهها أم لا؟ لا مو بلازم تبيع وتشتري وهي مستورة الحمد لله. يعني في أثناء ما اشترت من البائع شيء فالبائع من يعني يعرف وجهها هل يعني يجب أن يعرف وجهها؟ إذا كان إذا قادين بمداينة وهو لا يعرف صوتها بعضهم لا رخص أنه يعرف وجهها حتى يحاسبها بعد حين بوجهها. أما إذا كانت معروفة أو على شهود يعرفونها ما هذا لا بحاجة إلى المرأة يا شيخ التي قامت ويشرد الخدين. نعم هذا قدر الحجاب.